الأصحاح العشرون. وكان في أحد الأيام يعلم الشعب في الهيكل ويبشره، فجاء إليه رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وشيوخ الشعب وقالوا له: قل لنا، بأي سلطة تعمل هذه الأعمال؟ بل من أعطاك هذه السلطة؟ فأجابهم يسوع: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، قولوا لي، من أين ليوحنا سلطة المعمودية؟ أمن السماء أم من الناس؟ فقالوا في أنفسهم: إن قلنا من السماء يقولوا فلماذا ما أمنتم به، وإن قلنا من الناس فالشعب كله يرجمنا، لأنه مقتنع بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعرفون من أين هي. فقال لهم يسوع: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأعمال. وأخذ يقول للشعب هذا المثل: غرس رجل كرما وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر مدة طويلة، فلما جاء يوم القطاف أرسل إليهم خادما ليعطوه حصته من ثمر الكرم، فضربوه وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل خادما آخر، وهذا أيضا ضربوه وشتموه وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل خادما ثالثا، وهذا أيضا جرحوه ورموه في خارج الكرم. فقال صاحب الكرم: ما العمل؟ سأرسل إليهم ابن الحبيب لعلهم يهابونه إذا رأوه. ولكنهم لما رأوه قالوا فيما بينهم: ها هو وارث الكرم، تعالوا نقتله ليعود الميراث إلينا. فرموه في خارج الكرم وقتلوه، فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ سيجيء ويقتل هؤلاء الكرامين ويسلم الكرم إلى غيرهم. فقال له السامعون: لا سمح الله. فنظر إليهم وقال: إذن ما معنى هذه الآية؟ الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية، من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع الحجر عليه سحقاه. فأراد معلمو الشريعة ورؤساء الكهنة أن يعتقلوه في تلك الساعة، لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم، لكنهم خافوا من الشعب، فراقبوه وأرسلوا جواسيس يظهرون أنهم أبرار ليمسكوه بكلمة فيسلموه إلى يد الحاكم وقضائه. فسألوه: يا معلم، نحن نعرف أنك صادق في كلامك وتعليمك، لا تحابي أحداً، بل بالحق تعلم طريق الله، أيحل لنا أن ندفع الجزية إلى القيصر أم لا؟ فأدرك يسوع مكرهم، فقال لهم: لماذا تجربوني؟ أروني دينارا، لمن هذه الصورة وهذا الاسم؟ قالوا: للقيصر. فقال يسوع: ادفعوا إذن إلى القيصر ما للقيصر، وإلى الله ما لله. فما قدروا أن يمسكوه بكلمة أمام الشعب، وتعجبوا من جوابه فسكتوا. وجاء بعض الصدوقيين إلى يسوع وهم الذين ينكرون القيامة، فسألوه: يا معلم، كتب لنا موسى إذا مات لرجل أخ له امرأة ولا ولد له، فليأخذ أخوه المرأة ليقيم نسلا لأخيه. وكان هناك سبعة إخوة، فأخذ الأول امرأة ومات من غير ولد، والثاني ومثله الثالث، حتى أخذها السبعة وماتوا وما خلفوا نسلة. ثم ماتت المرأة، فلأي واحد منهم تكون زوجة في القيامة؟ لأن السبعة تتزوجوها. فأجابهم يسوع: أبناء هذه الدنيا يتزاوجون، أما الذين هم أهل للحياة الأبدية والقيامة من بين الأموات فلا يتزاوجون، هم مثل الملائكة لا يموتون، وهم أبناء الله لأنهم أبناء القيامة. وموسى نفسه أشار في الكلام على العليقة إلى أن الأموات يقومون لما دعا الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وما كان إله أموات بل إله أحياء، فهم جميعا عنده يحيون. فقال بعض معلمي الشريعة: أحسنت يا معلم. وما تجاسروا بعد ذلك أن يسألوه عن شيء، وقال لهم:
كيف يقال إن المسيح ابن داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعو المسيح ربا، فكيف يكون المسيح ابنه؟ وقال لتلاميذه بمسمع من الشعب كله: إياكم ومعلمي الشريعة، يرغبون في المشي بالثياب الطويلة، ويحبون التحيات في الساحات، ومكان الصدارة في المجامع، ومقاعد الشرف في الولائم. يأكلون بيوت الأرامل، وهم يظهرون أنهم يطيلون الصلاة. هؤلاء ينالهم أشد العقاب.